مشاهدينا اليوم هي طبعا الحلقة الأخيرة من برنامج سيدتي لهذا الموسم، وزي ما انتم شايفين احنا محتفلين اليوم وحابين اننا نودعكم على أنغام الموسيقى بحلقة لطيفة جدا وخفيفة. وجانا هذا الإهداء الجميل من صانعة كيك، هي هيا عبد العزيز، وهي فتاة سعودية وجدت شغفها في خبز الكيك والحلويات، فطورت مهارتها وفتحت مشروعها الصغير هيفن كيك. والحلو في الموضوع انه هيفن كيك يعني في منه جلوتين فري، وفي منه مناسب للنباتيين، وفي منه للي بيتبعوا حميه. خلونا نتعرف اكثر على تفاصيل هيفن كيك. معانا عبر الهاتف هيا عبد العزيز. هلا وسهلا بك يا هيا. اهلا وسهلا فيكم. طبعا في البدايه نشكرك على الكيكه اللذيذه اللي جابتها اليوم او اللي ارسلتيها اليوم. طبعا هم نوعين، في منها جلوتين فري وفي منها عادي، يديك العافيه ومره شيء حلو. لكن لو تكلمينا عن بداياتك مع خبز الكيك ومتى بدا هذا الشغف. يعطيكم العافيه، اول شيء مشكورين على المقدمه الجميله. تقريبا بدايتي كان يعني تقريبا عام 2014، نعم، يعني تقريبا دخولي للمطبخ بشكل عام. بس بالنسبه للكيك كان تخرج اختي من الجامعه، فقررت انه انا اسوي لها كيكه يعني في البيت. فكان هناك يعني ايوه في البيت. فكان هذيك يعني زي الانطلاقه، انه انا عرفت انه انا حبيت هذا الشيء. يعني لما عملت الكيك حبيت هذا الشيء، وبديت يعني انطلقت في هذا المجال وبديت اعمل كيك يعني للاسره والاقارب يعني. نعم، يعني هاي اول شيء يعطيك العافيه وشكرا لك مره ثانيه يعني على الاشياء الجميله اللي قاعده تسوينها، اللي عندنا هنا بالاستوديو، اللي قاعدين نشوف حتى على الصور قاعدين نشوفها وشكلها عجبتني. الرينبو حقت اللي فيها قوس قزح هذه يعني شكلها من جد مره لذيذ. لكن نبغى نعرف الانواع اللي تسوينها. هي جلوتين فري، ما اعرف فيجيتيريان او نباتيه. نباتي. شيء غريب يعني. كيف يعني كيكة نباتية؟ نبغى تشرحي لنا على الأصناف هذه اللي ممكن ما نحصلها في أغلب محلات بيع الحلويات والكيك. طبعا اي انا عشان هذا الشيء انا قررت انه افتح المشروع، انا لاني اتبع نظام المايكرو، فما في خيارات في خصوصا يعني في الرياضه والسعوديه ما في خيارات الا قليل جدا. وكثير من العائله عندنا فيهم الحساسيه من الجلوتين، فيعني خياراتهم في المحلات كذا مره قليله. فانا شفت انه انا عندي هذا الهوى يعني الهوايه في الطبخ، فصرت اعمل وصفات لهم. يعني دائما يشجعوني يقولون لا اعملي يعني، فحسيت انه هذا الشيء يعني، فبديت اعمل كيك بهذا الشيء. حسيت انه سهل يعني، ما في فكره يعني، بس ليش يعني المحلات انه ما يوفرون هذا الشيء؟ صح. قلت لا لازم اوفر هذا الشيء، انه كيك نباتي، جلوتين فري، ان شاء الله كيك عضوي يكون موجود، كيك عضوي، كيك للكيتو، يعني اشياء سهله بس انه يعني استغرب انه مو موجوده يعني. عليها اقبال هيا؟ اي خصوصا النباتي اكثر طلب عندي الكيك النباتي. نعم. ما شاء الله عليك هيا، يعني بنشوف شغلك مرة شيء حلو ومتنوع وبترضي جميع الأذواق. ولكن أكيد قبل ما تنطلقي في هذا المشروع حبيت أنك تطوري مهاراتك وتعرفي أسرار أكثر عن الكيك وعن الزينة والديكورات حقة الكيك، فكيف طورتي هذه المهارة؟ أكيد. أول شيء أنا كنت أعمل للأسرة زي ما قلت لك، أنا عملت كيك لأختي وبديت أعمل للأسرة، تخرج أخواني، بتخرج أقاربي، صار يعني أقاربي تقريبا أي مناسبة يطلبون مني يعني، يطلبون يعني كيكك لذيذ، نبغى منك كيك، دائما يعني الأهل يشجعون إنه أنا يعني أفتح مشروع. بس كنت في زي تخوف من هذا الشيء، لين الحمد لله يعني قررت إنه لا لازم خلاص أفتح المشروع. الحمد لله صار في إقبال كبير على المشروع الحمد لله. بس كيف يعني طورتي مهارتك؟ يعني عن طريق فيديوهات، عن طريق دورات؟ إيه كله عن طريق اليوتيوب يعني. أنا ما قد حضرت ولا دورة، كله يوتيوب، كله يوتيوب وتعلم ذاتي يعني. نعم. يعني حبيت قد ايش يعني شبابنا وبناتنا معتمدين على انفسهم بدرجه كبيره. يعني الدورات جدا موجوده بكثره نقدر نقول، ومهمه، ما هي مو مهمه، لكن الابداع لما يكون الشخص عنده اصرار مثلك يا هيا، يعني ما شاء الله اللي يشوفك يقول يعني ماستر شيف، يعني ما شاء الله عليك. كمان حتى الشباب اللي كانوا موجودين عندنا كثير قاعدين نشوف مواهب قاعد تطلع في جميع المجالات
اخر شيء يقول لك يوتيوب، والله انا ما حضرت. فما شاء الله عليكم، معناته انه الموهبه موجوده من داخل، الاصرار موجود عندك، صح. هدف، فهذا هو الاهم للامانه. والشيء اللي قاعدين نشوفه ما هو شيء يعني من شخص تعلم على اليوتيوب للامانه بدون مجامله. لكن نبغاك هي تكلمينا عن هذا المشروع هذه الايام مع السوشيال ميديا، تحسين انها ساعدتك انك يعني تكبرين وتنجحين مشروعك؟ اتوقع انه ايه، لانه الحين صار في وعي غذائي عند الناس يعني كثير، يعني تشوف الحين ما في عائله الا ما يكون فيهم شخص نظام الغذائي مختلف عن الاسره يعني. نعم. فالناس بدات تلجا للاكل الصحي، بدا يكون في مثلا شخص مثلا يبني عضل او شيء يبغى يعني اكل فيه بروتين، يعني لازم يكون في شخص غير يعني نظام الغذائي حق العائله. فعشان كذا لما فتحت المشروع فكان فيه كيك نبات جلوتين فري، كيك صحي، فكان الاقبال انا ما تخيلت بهذا الشكل. يعني من يوم فتحت الحساب ما شاء الله تبارك الله مرة كثير الطلب عليه على هذا الشيء، ما شاء الله. الحمد لله، يعني ما شاء الله اكيد يجيك طلب، وانت هذا الجمال والابداع اللي بتسويه هيا. بس انت حاليا يعني بتشتغلي من البيت، بتنفذي الطلبات إيه من البيت ما شاء الله، لكن هل تفكري انك تطوري هذا المشروع ويكون عندك محل مثلا؟ ايش طموحك في هذا المجال؟ اكيد يا ليت، يعني انا ان شاء الله، انا مفكره ان شاء الله يكون عندي مخبز، يعني ان شاء الله ان ربي اراد يعني. هذا يعني طموحي الاعلى يعني، بس ما نعرف عاد ايش يصير في الحياه يعني، بس الطموح الاعلى ان شاء الله يكون مخبز يعني يخدم جميع فئات الانظمه الغذائيه ان شاء الله. نعم ان شاء الله. جميل. هاي عبد العزيز خبيره الكيك، اول شيء نتمنى لك كل التوفيق، وشكرا، شكرا لتواجدك اليوم معنا. مشاهدينا مكملين باقي الفقرات لليوم، لكن بعد هذا الفاصل.